السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أحييكم أنا عبدالله التميمي. وتحية لكم مني أنا ندى الدهام ومن زميلنا في لغة الإشارة عبدالله العقلة. والبداية بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور. تنفيذا لأمر الملك، ولي العهد يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز. الحكومة العراقية تعلن رفع حظر التجول اعتبارا من اليوم وتدعو إلى العودة للهدوء. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعبه وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اضطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور. تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم قلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل ديمترييف وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى. حضر مراسم التقليد واللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان. استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة سفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم المعين حديثا للجمهورية التونسية الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير منصف البعتي. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واستعدادات تونس للانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وأكد المعلمي خلال اللقاء على روابط الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين متمنيا التوفيق لتونس في المرحلة السياسية القادمة. وأعرب المعلمي عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها تونس على الصعيد العربي والإفريقي مشددا على روابط التعاون التي تجمع بين وفدي البلدين، وعن ترحيب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في تقديم كل العون والدعم للأشقاء في وفد تونس خلال فترة عضويتهم بمجلس الأمن بما يسهم في إبراز ومناقشة القضايا التي تهم المنطقة العربية والمملكة في مجلس الأمن. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 23 عنصرا من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في معارك بمحافظة الضالع. وقال إن المواجهات أسفرت عن مقتل 16 من عناصر ميليشيا الحوثي من بينهم قياديان بارزانة وجرح 7 آخرين. وقد اندلعت المواجهات أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية التسلل في مديرية قعطبة. وأشار الجيش اليمني إلى أن قواته أحبطت محاولة الحوثي في التسلل وأجبرت ميليشياته على التراجع والفرار. وفي محافظة الجوف تم ضبط خلية نسائية حوثية تقوم بزرع الألغام والعبوات الناسفة في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. وإنسانيا، نقل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10 جرحى يمنيين ومرافقيهم إلى المملكة لتلقي العلاج على نفقته ضمن مبادرة استجابة التي أطلقها المركز إنفاذ لتوجيهاته الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين في شهر أغسطس الماضي، وذلك للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية. كما ساعد المركز في إجلاء 143 صوماليا تقطعت بهم السبل في اليمن وتمكينهم من العودة إلى ديارهم. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في تصريح صحفي
قال إن عملية الترحيل أصبحت ممكنة بفضل تمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسهيل خروج العائدين من اليمن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل: في إحصائية جديدة للإسكان، 4 أسر تسكن منزلها كل ساعة في 3 أعوام. كما نتابع أيضا في النشرة: عبر ابتكار أسلوب حديث، مصمم سعودي يدمج الخط والثقافة العربية في عالم المجوهرات. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية لمستهدفها الزمني، وذلك بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوما. نعم، الوزارة قالت إن هذه الخطوة تأتي بهدف توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة. وأكدت الوزارة المضية قدما في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، وكذلك رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق. وشددت الوزارة حرصها على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل. نجحت وزارة الإسكان في تحقيق نتائج كبيرة في توفير المنزل الأول للمواطنين من خلال حزمة من البرامج قدمتها خلال الفترة الماضية. وخلال 3 سنوات الماضية من عام 2017 وحتى أغسطس 2019 بلغ معدل تملك المنازل بواقع 4 أسر في الساعة الواحدة، ليصل عدد الأسر التي سكنت خلال هذه الفترة 120,000 أسرة. حققت وزارة الإسكان معدل أرقام قياسية في توفير المسكن الأول للمواطنين، حيث بلغ عدد الأسر التي تسكن منزلها في الساعة الواحدة 4 أسر، ليصل إجمالي عدد الأسر التي حصلت على مساكنها ما يقارب 120,000 أسرة خلال 3 سنوات الماضية. هذا التحول التاريخي يأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووفقا لرؤية ولي العهد وحرصه على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الإسكان في المملكة. وقد حققت الوزارة بقيادة معالي الأستاذ ماجد الحقيل منذ عام 2015 نجاحات غير مسبوقة، تمثلت في تطبيق الكثير من الحلول والمبادرات والبرامج المبتكرة والتي ساهمت في صناعة بيئة متغيرة وفق عمل شمولي جمع القطاع الخاص بالقطاع الحكومي، والذي أثمر عن منجزات تاريخية تؤكدها الإحصائيات الأخيرة ورسم مستقبل مختلف يساهم في تسهيل وتسريع تملك المواطنين لمنزلهم الأول. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث الاستراتيجي في قطاع الإسكان الدكتور عبد الرحمن السعدون. أهلا بك دكتور عبد الرحمن، والحديث عن الإسكان وبرامجه حديث ذو شجون كما يقولون. أمام هذه الإحصاءات الجديدة دكتور، يعني كيف ترى؟ طبعا دائما ما نقول أن المواطن هو الحكم الأول والأخير فيما يتعلق ببرامج وما تقدمه وزارة الإسكان بشكل عام منذ سنوات. أمام هذه الإحصاءات الجديدة من الوزارة، كيف ترى رجع الصدى بالنسبة للمواطن؟ يعني كيف يرى مثل هذه البرامج؟ أولاً أنا سعيد باستضافتي لديكم في القناة الأولى السعودية. والحقيقة ما شهدته وزارة الإسكان هو تحول تاريخي وإنجاز فاق التوقعات بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما توليه حكومة المملكة العربية السعودية لهذا القطاع، وأيضاً بالاهتمام الشخصي المباشر من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حين يؤكد إن توفير السكن الملائم للمواطن وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا ومحل اهتمام الشخصي. حدث هذا قولا وعملا بفضل الله. كذلك عندما يؤكد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومهندس الرؤية المباركة التي تعيشها المملكة، حيث قال أن نحافظ على نسبة 47% من نسبة تملك السعوديين للمساكن، هذا إنجاز، والطموح والتخطيط أن تزيد هذه النسبة إلى 52% في عام 2020. أما معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل فيقول: اهتمامي وهدفي أن يمتلك المواطن مسكنه بأسرع وقت وعبر حلول مختلفة، وما تم بفضل الله سبحانه وتعالى هو تحقيق 60% من نسبة تملك المواطنين قبل 2020.
هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الوزارة رأينا رؤية واضحة للوزارة، وهي تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وأيضا رسالة واضحة وهي استحداث وتطوير برامج التحسين للقطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة. نعم. ما تحقق أستاذ عبد الله وأيضا السادة المشاهدين والمتابعين هو ارتفاع من النسبة المستهدفة اللي هي من 47% إلى 52%، وصلت الآن النسبة بفضل الله سبحانه وتعالى إلى 60%. نعم. جيد، أفهم من كلامك أنك راضي عن أداء وزارة الأسكان لتوفير السكن للمواطنين بالنسبة لبرامجها وما تقدمه حتى الآن. لا شك، لأنه هذا من أنت قلت حققت 60%. نعم. لله الحمد والمنة، تنفذ رؤية الدولة وتحظى بتوجيه سيدي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد. نعم. ثم بعد ذلك تقفز هذه المنجزات بإسكان 4 أسر تسكن مساكنها في الساعة الواحدة، هذا إنجاز. نعم. عالمي فاق التوقعات. بالضبط. لا شك أنه يجب أن يبرز فاق التوقعات والمعدلات العالمية. نعم. أنت خبير، أنت باحث وخبير استراتيجي في قطاع الأسكان سيد أو دكتور عبد الرحمن. نعم. يعني فيما يخص منتجات الوزارة، هل ترضي كثير من شرائح المجتمع السعودي؟ والله لا شك أستاذ عبد الله، لأنها أساسا أنها نوعت كل ما هو يعني متاح. سابقا كان ما في إلا عبارة عن القرض حق الصندوق التنمية العقاري، والإنسان ينتظر الأرقام، وقد يعني يأتي الرقم أو قد يتأخر نتيجة أسباب كثيرة، لكن الشمولية التي يعني قدمتها وزارة الإسكان في برامجها، تنوع يشمل الوحدات الجاهزة، أيضا الوحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين، أيضا الأراضي المجانية، القروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم. نعم. كل هذه المبادرات حتى أن أيضا شملت الأرامل والأيتام والمطلقات، هذه سهلت وحققت بإذن الله سبحانه وتعالى رؤية الوزارة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع. نعم. طبعا الأهداف المستقبلية بأمر الله سبحانه وتعالى أيضا تبشر بمستقبل زاهر للوزارة وبما يحقق طموحات الواطنين. نعم. نتمنى ذلك. الحديث يطول في هذا الشأن تحديدا فيما يخص وزارة الأسكان، وليس مكان بسطه بالتأكيد في هذه النشرة. على تحال كل الشكر الدكتور عبد الرحمن السعدون الباحث الاستراتيجي في قطاع الأسكان، شكرا جزيلا لك. أبلغت هيئة النقل العام المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط وسطاء الشحن بانتهاء المهلة المحددة لاستيفاء شرط تقديم الضمان المالي للمنشآت المرخص لها. الهيئة ألزمت جميع المنشآت بتزويدها بالضمان المالي مع انتهاء المهلة، وذلك لتجنب إيقاف التراخيص أو إلغائها وفقا للائحة المنظمة للنشاط. واعتمدت هيئة النقل العام آلية تنفيذ أحكام لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، حيث طبقت بعض أحكامها الاثنين الماضي نتيجة لانتهاء المهلة المحددة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر سبتمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في مطارات المملكة. نعم، مطار الملك فهد بالدمام والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سجل خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، حيث بلغت النسبة 79%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك خالد بالرياض لتصل إلى 76%، في حين جاءت نسبة الرضا في مطار الملك عبد العزيز في جدة مرتفعة عن شهر أغسطس الماضي، حيث وصلت في شهر سبتمبر إلى 60%. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات. رضا عمدة مصمم مجوهرات نجح في توظيف هوايته لابتكار أسلوب حديث من خلال دمج الخط والثقافة العربية في عالم المجوهرات. الابتكارات التي يقدمها المصمم رضا عمدة في تصميم وصياغة المجوهرات والحلي الذهبية والفضية يدويا تتم بأياد سعودية. نتابع. ابتكاره مسار منفرد، فن يتميز به متعددو المواهب، ومغامرة عمدة بإعطاء الفرصة لهوايته لتبرز وتزدهر جعلته ينتقل بها لتصبح علامة تجارية خاصة. بدأت من الصغر في هواية الرسم ونميتها الحمد لله لخدمة قطاع الأزياء في البداية،
ثم تطور الموضوع لقطاع المجوهرات، واخترت اني اسوي مشروع يخدم هذا القطاع ويحل مشكلات كانت تواجه المستهلك اللي يرغب في اقتناء مجوهرات متميزة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع. دمج الخط العربي في عالم تصميم المجوهرات وتفرده بهذا الفن هو ما نقل رضا للمرحلة الثانية من صناعة البصمة. بنسوي مجوهراتنا بالطريقة اللي تناسب شخصية العميل. العميل بيختار كلمات أو جمل أو أسماء بيلبسها أو بيقتنيها لشخصه أو بيهديها لغيره، بتكون بثيم معين أو بخط معين هو يختاره ويناسب شخصيته. 7 سنوات من العمل المتواصل والإشراف على أدق التفاصيل صنعت منه رضا عمدة. من جدة غدير البلوشي. نشرتنا انتهت، وهذا التذكير بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور. تنفيذا لأمر الملك، ولي العهد يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز. والحكومة العراقية تعلن رفع حظر التجول اعتبارا من اليوم وتدعو إلى العودة للهدوء. تحية لكم في أمان الله. إلى اللقاء.